بتيجي من المعرفة. أي. طيب أنا دلوقتي في المنهج حضرتك عندك دراسة مهمة جدا بتقول فيها إن التعليم الديني المفروض يبقى من وإحنا في ثانوي عشان الفترة دي كلها يبقى فيه نضج، يبقى فيه فكر نقدي، يبقى فيه حصانة، يبقى فيه إن أنا نميت إنسان يقدر بعد كده لما أديله حاجات دينية ما يبقاش فيه العاطفة ولا يبقى فيه الحاجات اللي موجودة في مناهج أو في بعض المناهج في الأزهر، واللي مؤكد الأزهر حاول وبيحاول وفي حاجات كتير جدا اتغيرت، بس المعركة طويلة والدنيا محتاجة حاجات كتير، لأن كل إرهابي بيطلع بيجيب لك مستنداته من خلال الحاجات اللي موجودة في كتب التراث اللي هم محدثينها. معلش سوير، الكتب دي ما هي إلا اختلاف عقائد، مش في الكتب، اختلاف عقائد. قول لي حضرتك وجهة نظرك بقى في فكرة ان الدين، تعليم الدين يبتدي في مرحلة اختلاف عقائد موجودة. شوفي، انا قعدت مع شيخ الازهر بناء على دعوة منه علشان نطور التعليم الازهري. انا مش هسميه تعليم ديني، انا هسميه تعليم ازهري. ان مؤسسة الازهر تملك وتدير عدد من مؤسسات التعليم. مؤسسة الأزهر في رأيي أنها ممكن تستقبل مش بس المسلمين وغير المسلمين، والأزهر دايما كان مكان ممكن يدرس فيه ويبحث فيه كل شيء. كون أن الدينيين في مصر سحبونا إلى ثقافة مش بتاعتنا في آخر 40 سنة، 40 سنة فقط انتقلت تغيرت الثقافة، احنا شايفينها والمتنورين منهم شايفينها، وده ما بيتعملش وما بيتغيرش بجرة قلم او امضة، ده بيتغير بانك تخلقي كريتيكال ماس، حجم حرج من المؤمنين بده داخل المؤسسة الازهرية. وانا شايف ان شيخ الازهر رجل محترم جدا ومتفتح جدا اكتر مما يقال عليه. صحيح. وانا عايز اشوف افضل ما في الامر وادعمه وازقه الى افضل، بدل ما الناس بتهاجم وتنقد وتهدم، انا عايز ابني على الافضل. فانا معاكي دكتور طه حسين على فكره اللي قال قصه ان التعليم الديني يجب ان يبدا في مرحله الثانويه مش في الابتدائيه، حتى يكون للطفل والشاب قدرة على الفهم والاستيعاب. حضرتك اللي طرحته ده وانا بطرحه دايما في كل حتة، ان هو لازم يكون، لو انا بعايز بعلم دين في المرحلة الاولى لازم اعلم الحاجات الايجابية، البوزيتيف، القيم الجميلة اللي تحبب في الحياة وتحبب في الدنيا، والجمال يعني حاجة. والجمال ودنيا مليان حاجات جميلة جدا ومليان حاجات ايجابية جدا، مفيش داعي ده انا ابدا بالجهنم والنار والعقاب والبتاع. ليا صديق فرنساوي ملحد، وما شفتش واحد احسن منه في اخلاق، فكان يجي يتناقش معايا يوم يقول لي ايه ده انا افضل منك، اقول له ليه، يقول لي انت عندك منيو نازل لك في اطار دينك وانت ماشي عليه، انا ما عنديش منيو بس وصلت لنفس القيم بتاعتك الإنسانية. قلت له لا، أنا عندي منيو أرشدني لكن أنا واصل لنفس القيم، جزء منها إيماني بيه وجزء منها معرفتي بيه. الآخر الإنسان عايز إيه؟ عايز مجموعة قيم، ومجموعة القيم دي يهودية، مسيحية، واحدة، بوذية، إسلامية، واحدة، رسائل. فتعالوا ناخد القيم الإيجابية اللي موجودة في كل الأديان واللي موجودة في الخلق الإنساني عشان نكون أفضل ما يمكن. القصة الرئيسية إن ده ما بيجيش بإنك أنت تدي منهج. فلو حضرتك في بيتك وابنك بيرد على التليفون وأنت بتقولي له قول لهم أنا مش موجودة، خلاص أنت علمتيه إن هو مستعد يكذب. في قضايا في مجتمعات أخرى زي المجتمع الأمريكي مثلا رغم كل عيوبه، لكن الكذب مثلا ده قصه، موضوع كلينتون، لا لا تقدريش تعدي منها، الناس بتعاتب كلينتون عشان ده كذب. انت بصي حواليكي على الاطار اللي احنا شغالين فيه، ده لازم يتغير وما يتغيرش غير بليدرشيب.
ليدرشيب في الأسرة، ليدرشيب في المدرسة، ليدرشيب على مستوى الدولة والحكومة. وما هي الصعبة، وللأسف وللميزة، ان ده كله بوليتيكال، سياسي. يعني ايه؟ يعني السياسة تصنع ذلك، السياسة تتيحه وتمنعه. فأنا لو قلت أنا دولة مدنية حديثة، يعني إيه دولة مدنية حديثة؟ يعني أنا عايز الدين يبقى جزء مكون في وجداني، لكن عايز قيمه الرئيسية هي اللي تكون في وجداني، وما بفرضش على الآخرين فرض آخر. وأنا مؤمن إن المواطن حقه وحريته متاحة وكله متساوي وعنده نفس الفرص، وأنا لن أستخدم الدين للوصول إلى مقرب سياسي، ولن أدخل الدين في خناقة سياسية تحتمل الصواب والخطأ، ودي علاقة بين الإنسان وربه، لكن السياسة علاقة بين المجتمع، الحكومة والناس. القضايا الرئيسية دي قضايا ما ينفعش نتنازل عنها أبدا ولا حتة صغيرة. فلاقي مرة فاطمة نعود دخلت السجن، ولاقي إسلام بحيري دخل السجن، ده معناه أن أنا تنازلت عن الدولة المدنية الحديثة. ولاقي قانون ازدراء أديان موجود في مجلس الشعب، لا مجلس الشعب عارف يغيره ولا حد عارف يغيره، مادة في القانون. هنا بقى، هنا عشان كده بقولك ده أمر سياسي وليس أمر